امسك في مواعيده، ده الوعد مش كلام. الله بيقول ويوفي وهيملك بالسلام. صدق لما يقول كلامه في الحلول، ومهما العين تشوف إيمانك راح يقول. امسك في مواعيده، امسك في مواعيده، امسك في مواعيده، مواعيده. هل بتشعر بالفشل واليأس من نفسك وبتقول لنفسك مفيش فايدة؟ يا ترى حاولت كتير تقرب من ربنا وتمشي معاه لكن رجعت تاني أسوأ من الأول؟ لو كنت محبط من نفسك بسبب أفكارك وكمان بسبب كلام الناس اللي حواليك عنك، بندعوك إنك تسمع وعد ربنا ليك النهاردة في برنامجنا مواعيدي ليك بعنوان لا الفشل. ما الزمان يزرع بإيده بسكتي بزور الجراح، واليأس يعلق صدى عيني واشوف أملي أي مراح. بل أجتعد فيا الأمال وتزيل حملي لو جبال، وتشق أمواج الفشل تفتح لي فيها طريق النجاح. بل أجتعد. أحبائي المشاهدين، الآية الجميلة اللي بيحطها الرب قدامنا النهاردة من إنجيل متى إصحاح 12 وعدد 20 بتقول: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. واحد من أصعب وأقصى المشاعر على النفس الإنسانية الشعور بفقدان الأمل واليأس والرجاء. فعلاً شعور الإحباط وإني فاشل لأني شايف نفسي مفيش حاجة كويسة، وفاشل لأنه الناس حواليا بحس إنه ده رأيهم فيا. يمكن الواحد بيعدي بالمشاعر دي في أوقات كتيرة جداً، يمكن حاجات كتيرة كان بتديله ثقة بنفسه، كان بيتكل عليها، كان بيستند عليها، بيجي وقت ويشعر إنها تنهار، وبيشعر إن ده وقت فشل ويأس، فشل من كل حاجة. أنا فاشل، أنا ما عنديش حاجة تديني ثقة بنفسي، أنا شاعر إني خلاص فقدت كل رجاء بنفسي. في الوقت دوت الدنيا بتضلم والإنسان بيشعر إنه مفيش عنده أي أمل في أي حاجة. لكن يا ترى ممكن الوقت ده يطلع منه خير؟ ممكن الوقت ده يكون فيه بسببه سلام وفرح في حياة الإنسان؟ عزيزي المشاهد، عايز أقولك إنه ناس كتيرة اختبرت إنه أصعب أوقات حياتها الأوقات اللي ما كانش فيها أي أمل في أي حاجة لما راحوا بيها للرب يسوع، اللي مكتوب عنه زي ما قرينا: قصبة مردودة لا يقصف. شعر إنك قصبة مردودة؟ شعر إنك خلاص اتكسرت وإنه مفيش علاج ليك؟ شعر إنك فتيلة مدخنة مستحيل ترجع تنور تاني أو يكون ليك فايدة؟ خد حالتك دي وروح بيها للمسيح، روح وقول له: أنا حاسس إني مش نافع، حاسس إني فشلت في كل حاجة، حاسس إن حياتي أصبحت مكسرة مهدومة، حاسس إن أنا لا أنفع لشيء. هياخد حياتك، هياخد شخصيتك، هياخد نفسيتك، ويرجع يعمل منهم أروع لوحة ممكنة. هتذهل من اللي يقدر الفخاري العظيم الأعظم يقدر يعمله في حياتك. هتبص تلاقيه خدك ورجع تاني، جبر كسرك ورجع تاني نفخ فيك وخلاك تنور. ده اللي اختبره ناس كتير جدا. حكي لنا الكتاب عن بطرس، فشل من نفسه وراح عند رجلين المسيح، شعر بفساده، شعر بيأس شديد، وجي عند ركبتيه
وقال له اخرج يا رب من سفينتي، انا ما ينفعش الحاجه لاني رجل خاطئ. لكن سمع صوت السيد الجميل الحلو وهو بيقول له لا تخف، من الان تكون تصطاد الناس. وانا حاسس اني ما ينفعش، وانا حاسس اني فاشل خالص. ايوه، لو شعرت انك فاشل، لو شعرت انك فقدت كل امل في نفسك وفي امكانياتك، روح له بيه، روح له بالشعور ده، روح له وقول له انا فقدت كل رجاء، ما عنديش رجاء غير فيك وفي نعمتك. ساعتها هتختبر المعجزة، ساعتها هتشوف ايده اللي تعرف تشكل في حياتك، اللي تعرف تخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. وعايز أقولك إن كل القديسين بلا استثناء وصلوا لهذا الشعور، وصلوا إلى فشل تام من نفسهم، ولما شعروا إنه ما عندهمش أي شيء يطمنهم ولا أي شيء يديهم سلام ولا ثقة في نفسهم، راحوا للمسيح، وكانت بداية لعمل عظيم، كانت بداية لحياة مثمرة استخدمهم فيها بنعمة غنية. وكانوا بيتعجبوا، ممكن أنا أنفع لشيء؟ هل ممكن أنا أنفع سيدي في حاجة؟ ده أنا كنت في نظر نفسي قصبة مردودة مفيش أمل في إصلاحها، فتيلة مدخنة مفيش أمل إنها تشتعل تاني وتبقى ليها قيمة. لكن في إيدين المسيح اكتشفت إنه فعلاً يعرف يعمل المستحيل. أحبائي، خلونا نسمع الترنيمة الجميلة مع بعضينا ونرجع تاني للحظات قصيرة. ضي الأفراح
للأحزان نهاية وتبدل الليل بصباح، والقاك بتحضني بإيديك وأبص أشوف صورتي في عينيك، وألاقي حبك وقت خوفي معنى يملى قلبي ارتياح. والقاك بتحضني بإيديك وأبص أشوف صورتي في عينيك، وألاقي حبك وقت خوفي معنى يملى قلبي ارتياح. عزيزي المشاهد، رسالة الرب ليك النهاردة: لو كنت شاعر بالفشل من نفسك، لو كنت شاعر باليأس بالإحباط، لو كنت شاعر إنك قصبة مردودة أو فتيلة مدخنة مفيش أي فايدة منها، بيقولك تعالى، تعالى بحالتك دي، تعالى وإنت حاسس إن حياتك مدمرة مشوهة، وهو يقدر ياخد من التفاصيل الصغيرة اللي أصبحت بلا قيمة وبلا معنى، ياخد من حياتك دي ويعمل لوحة جميلة. النهاردة لو رحت له بثقة فيه وبتوبة حقيقية وانت بتعترف بحالتك، هتكتشف انه مفيش اروع منه، وهتكتشف وهتختبر قد ايه ممكن يخرج من حالتك دي ثمر عظيم واناء للكرامة ينفع لخدمة السيد. والرب معاكم. امسك في مواعيده، امسك في مواعيده.